معنا احد الشباب المتطوعين لحمله ما توسخش مدينتي. سي رضوان تبارك الله عليك، لماذا حمله ما توسخش مدينتي؟ السلام عليكم، شكرا زيو سيتي اللي كتواكب هذه الحمله اللي ممكن نقولوا عنها انها تحسيسيه لما آلت اليه الاوضاع بمدينه زيو. لذلك قول الاخوان في شبيبه العداله والتنميه انهم ينظموا هذه الحمله، حملة تطوعية وتحسيسية للمواطنين والمسؤولين على أن المدينة وصلت لواحد المستوى اللي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كما كتشوفوا الإخوان حاولوا أنهم يبدأوا بهذا الحي القديم، بحكم أن الحي القديم هو الحي، يعني هو الحي الرمز في هذه المدينة. وانتم كتشوفوا الإخوان كتشوفوا الأوضاع، كتشوفوا الأوضاع المحيطة بالمسجد القديم، الباب أغلقت نظرا للمعاناة اللي كان كيعاني بها المسجد بهذا المنظر. يعني بكل صراحة الجميع يتحمل المسؤولية، يعني السلطة، مجلس بلدي، مواطنين، الكل يتحمل المسؤولية. ومن بعد إن شاء الله غادي نوافيكم بالصور من ناحية ديال المركب اللي في الحقيقة يعني الأمور وصلت لواحد الدرجة اللي لا تتحمل، وخص كل يعملوا من المكان ديالو باش نغيروا هذا الوضع باذن الله. لذلك احنا ان شاء الله اختارينا هذه الحمله باش تكون بدايه ودعوه للمسؤولين والمواطنين جميعا على انهم يتحملوا المسؤوليه ويحاولوا هذه المدينه اللي تهملت انها ان شاء الله تبدا واحد البدايه ان شاء الله، باش من المستقبل نوصل لواحد المدينه ممكن تكون نموذجيه كما كيديروا الاخوان في الشمال. يعني داروا واحد التجربه غائظه في هذه المساله النظافه، المواطنين جميعا خصهم يتعاونوا باذن الله، وهذه مدينتنا والكل ان شاء الله يبدا العمل. السي رضوان، يعني ازيد من مره كنشوفوا حملات وكيحيدوا هاد الناس منا، يعني ما كيبقاوش هاد الفراشه، لكن يعني ايام قليله وتعود المياه الى مجاريها. يعني واحد التساؤل كبير، انت كمواطن اولا هل يحز ذلك في نفسك؟ بطبيعه الحال انا اقولها والله يشهد على ما اقول، يعني واحد الكلمه من صميم القلب، يعني ما فيها لا بدون طرح فرضيات ولا احتمالات ولا هذه، يعني واحد الكلمه من القلب ان المدينه ديالنا بكل صراحه كما يعلم الجميع انها وصلت لواحد الباب مسدود، وان الاوان واقولها تحمل المسؤوليه في هذه الكلمه. السلطه والبلديه تتحمل هذه المساله هذه. احنا الحمد لله تطرقنا الاخوان في جمعيات زيو سيتي، المواقع، الفيسبوك، كل شيء كيتكلم على الموضوع ديال النظافه. لذلك الناس من اللي كتكلم مع المسؤولين كيقول لك اودي الوضع والربيع العربي وكذا والمسائل وهذه شيء، انا كنظن هذه يعني كتبقى مجرد مبررات، لان مشينا دورنا في طنجه لقينا واحد الحي سميتو بني مكاده اللي كان فيه 400 ولا 500 فراش. السلطه والمسؤولين ديال المنتخبين من اللي قرروا انهم ينظفوا ويديروا واحد المساله راهم وصلوا لها، وداك الشيء تبارك الله ولا واحد بركان كذلك. يعني واحد السوق اللي كانوا كيقولوا مستحيل انه يحيدوه. لذلك حنا مع المسؤولين فهمت، ومستعدين اننا نديروا اي حركه، تواقي حمله هذه، باش هذا الشيء هذا ما يبقاش باذن الله. ونشكر زيو سيتي.